بضغطة زر يناديها فتأتي. صنعها بحب وبأدوات بسيطة، شق طريقه نحو اتباع شغفه وطموحه من خلال عدد من الصناعات التي يقوم بها، آخرها هذه السيارة. الشاب سالم مهدي الوادي من محافظة أبين يمتلك ورشة بسيطة في قريته النائية، استطاع أن يبتكر شيئا فريدا ومميزا من خلال تحويل بقايا القردة إلى سيارة شخصية. أنا المهندس سالم مهدي عبد الله صالح الوادي من محافظة أبين مديرية لودر قرية الوادي. قمت بصناعة بعض من الاختراعات مثل السيارة التي تشوفونها الآن حاليا، وبعض من الاختراعات حولت دراجة نارية إلى مكان تفليرك في أعالي الجبال لمساعدة الناس في نقل الأشياء الثقيلة في مثل الدقيق والإسمنت وهذا، والحمد لله نجح المشروع بنجاح، ونحصل الشكر الكثير من بعض المواطنين في هذه الخدمة، ونحن الآن مستمرين في هذه الصناعات إن شاء الله، لكن تنقصنا بعض من العدة، لا يوجد لدي إلا مكينة لحام صغيرة وماطور صغير كذا، يعني ما يؤدي للغرض، لا توجد معي لا مخرطة ولا قلخ ثابت ولا هذه الأشياء، وإنما بالمجهود الذاتي. سالم الذي لم يدرس الهندسة بشكل رسمي قام بتطوير مهاراته عبر التعلم الذاتي والتجربة المستمرة، حتى تمكن من تصميم وصناعة السيارة من مواد معاد تدويرها كانت قد ألقيت في الخردة. ولم يتوقف عند هذا الحد، فقد قام أيضا بصناعة العديد من الأدوات التي ساعدت سكان الجبال في تسهيل حياتهم اليومية. من بين هذه الأدوات وسائل نقل بسيطة وأدوات زراعية تعتمد على المواد المتوفرة. ولم ينسى الأطفال، حيث استقل بعض مواده لصناعة ألعاب يدوية أدخلت البهجة إلى قلوب الأطفال في قريته. أحلام عن هذا الولد شباب سالم مهدي الوادي نموذج يعني في كثير من الأشياء، ليس هذه السيارة هي الوحيدة، ولكن في أمور اختراعات من ذات نفسه، يعني صنع هذه السيارة وهذه الألعاب، وأيضا في أمور عملها كثير من الناس طلبوها منه. ورغم الصعوبات التي يواجهها سالم في الحصول على المواد اللازمة، فإنه لا يزال طموحا في مواصلة تطوير صناعاته المتواضعة، ويأمل بالحصول على دعم من الجهات المختصة أو المؤسسات المعنية ليتمكن من توسيع ورشته الصغيرة والبدء في صناعة المزيد من الأدوات والابتكارات التي تخدم المجتمع، وربما تحويل أفكاره إلى مشروعات أوسع نطاقا تساهم في تحسين حياة الناس في المجتمع. حيدر أحمد لبرنامج أسبوع البلد، محافظة أبين.